يوم حلوين رجعنا بفيديو جديد، فيديو في ار زي ما انتم شايفين. لكن هذه الحلقه راح نكون دكتور. نعم جربنا السمكه ما زبطنا، جربنا الكونفار كمان ما زبطنا، جربنا نكون شغلات كثير بصراحه وما زبطنا. فاليوم راح اجرب اكون دكتور بس لحالي بالواقع الافتراضي بالفي ار. تمام، فاتمنى هذا الفيديو يعجبكم. لا تنسى الاشتراك ولا تنسى اللايك لانه مو باقي شيء ونوصل 100,000. اوكي خلينا نوصل مع بعض، انزل تحت اشترك وحط لايك يا اسطوره ويلا بينا نفوت على الفيديو. اوكي شباب، زي ما انتم شايفين هذا المكتب تبعنا اوكي، في عندنا كتب، في تعال، في عندنا كرسي هون اوكي تمام، في عندنا تليفون ما بعرف شو هو. لا خلاص ايش في هون؟ الو الو، ما في حد. هذا ليش فيها رقم 93؟ والله ما بعرف تبع شو هذا الرقم، ايش هذا؟ تمام فيها رقم 93، بس هذا 93 ايش يعني؟ طيب اوكي خلينا نطلع الجيم على طول، نقول له مثلا هذه. يلا ابدا، كيف نبدا؟ والله كيف نبدا شباب؟ الو وات؟ دخلنا اوكي. اوه ماي جاد ايش؟ اوه يا عيني. اوكي من الواضح ان المريض حرارته عاليه. يا ساتر اول مره احس هذا الاحساس هذا. اوكي لحظه خلاص 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 تعال. يا هذه في بطاريه طيب ولا ايش؟ وين صوتك عالي؟ خليها بعيد خليها بعيد. اوكي ما علينا فيها. طيب خلينا هيك قدام الكاميرا وقدام المايك. اوكي مبدئيا هذا ايش بده؟ طيب انا مش عارف، في كلب جوا معدتك يعني ولا ايه؟ انا ما فاهم ايش اللي قاعد اسويه. اوكي اوه وات، ليش هذه الكاميرا؟ اوكي قاعدين يسجلوني. تعالي هيك خليك هيك. اوكي ما بعرف انا تاني حاليا اوكي معلي 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 خلاص طبيعي. ايش في كلب جوا معدته فلازم نغير له. اوكي خلينا ناخذ هذا الشيء المزعج. انزل اوه اوه اوكي يا ساتر يا شباب والله اسهل من لما كنا نلعب على الكمبيوتر. اوكي 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 ما لازم نمسك شيء ولا شيء شباب علشان يعني مش لازم نلمس اللحم والقصص هاي علشان لا نأذيه. ايوه عاش خلاص في مزعجه اصلا. نشيل هذا نشيل هاي القطع هذه الزايده كويس. اوكي خلينا نضيف له مكان للجرح. لا انا خلاص يا اخي ايوه الحمد لله رجعت الثاني. تكفى اطفي عاد تكفى اطفي. يا ليل الاسعاف
شكلي قتلته صح؟ والله شباب شكلي قتلت المريض. وي انا بعيد عن الكاميرا. شكلي قتلت المريض. كنت عملية ثانية. ايه شباب بلشت انا. اوكي ماشي ماشي. راح نحاول في هذه المرة انه ننقذ حياة المريض. في كلب جواته بس مش فاهم ايش اعمل. ابدلك رجل بالتك زانك مثلا. ما عليه هو كويس هو كويس إن شاء الله هو كويس كرسي كويس بس الإزعاج هذا اللي هناك مش كويس هذا اللي محتاج يفتشها بعيد هذه مش محتاجينها روح عشان أنت عملت الإزعاج ودي تمام يلا روح لي عشان عامل إزعاج فاهمين عايش ما بتسوين أوكي أنت هون عشان عامل إزعاج فمش محتاجينها طيب الحين إيش بدنا نسوي ثلاث دقائق وثلاثين ثانية وأربع ثواني أوكي المفروض إنه معنا
للأسف أقصد الحمد لله بفضل الله بنجحت العملية زي ما أنتم شايفين، وهذا كان بفضل الله تعالى ثم الدراسة التي درستها الحمد لله. للأسف الدخ فجأة معلش. أوكي لازم نشيل القلب ونحط له قلب ثاني. أوكي وإذا كان هذا الحكي صحيح معناته القلب الثاني لازم يكون هون. أنا قلت لكم إيه أنتوا وين؟ استنى ايوه انا ايش قلت لكم؟ انا قلت لكم الدكتور يا اخوان طب او تعلم بس اوكي لازم نمسك النهاية وتحط طبي كويس عشان ما يوقع منها. اوكي شوفوا وادعوا لي طيب هسه بالعقل نبص هاي ماشي بس ننتبه انه ما يمسك. اوكي لانه ايش احنا مراقبين شايفين ليش مراقبين؟ هاي الكاميرا اصلا بتصورنا احنا هسه المفروض انه طب اقعد هون تعال هسه يا اخوان بدنا نشيل القطع هاي بدنا نشيلها بس ننتبه علشان ما يموت هذا لانه كل شيء بيرجع مكانه لازم ننتبه انه في عمليه نزيف بعض الشيء بس راح يضلنا متدركين الامور ان شاء الله. هسه بدنا نغير القلب عشان نغير القلب مثلا بقى ايوه الله علي الله علي يا اخوان هسه بدنا نشيل هذا هاي الاوعيه الدمويه الوريديه. اوكي انا عارف انت مش فاهم انا شو بحكي عشان انت ما درست دراسه زيي بس لازم تفهم. يمكن هيك بتسموها. اوكي فهذه كويسه غاليه هذه كويسه بتنحشي رز بتتاكل. طيب هسه بدنا نقص القلب هذا المقص ¡Suscríbete al canal!
الله هذا القلب خربان يا اخوان، هذا القلب خربان شايفينه؟ فا ايش؟ لازم نشيل هذا الخربان نحطه هون خلاص مع السهمه ونقسم له هذا. هذا يا اخوان قطع غيار اصلي، هذا امريكي اصلي وكالي هذا. الله looks fine to me. I am sure he will like. هي خلاص راح يعيش. ايش؟ بدلني؟ يختفلوا فيني. سبحان الله الابره هاي ما تبقى على البلوغ وين راح؟ يوهو يوهو انت كويس؟ اعطوني بي اعطوني بي الحمد لله. طيب سو زي ما شفتوا الوضع كان سهل جدا شباب، فاللي حابب يعمل عمليه مثلا عينك بتوجعك انتوا شايفيني؟ اوكي عينك مثلا بتوجعك قلبك بوجعك اي شيء اي شيء يعني خلينا نقرب هاي شوي هيك، اذا اي شيء بوجعك وعندك مشكله مثلا قل لي والعمليه ان شاء الله على حسابي اوكي، فلا تشيل هم ولا تزعل ولا تخاف. فا اوكي ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم، اذا حابين نكمل فيها ونفوت عمليات ثانيه. الو كاميرا فوكس كاميرا فوكس اوكي ماشي الكاميرا مش راضي تفوكس اوكي تمام. فاذا حابين نفوت عمليات ثانيه ونضبط الوضع ونشوف مرضى ثانيين اكتبوا لي تحت، لا تنسى الاشتراك ولا تنسى اللايك اسطوره.